حبيبتي، في كتير شغلات لازم نحكي فيها. أكيد حبيبي، من وين بتحب نبلش؟ عن كاسة الشاي، شو حابة نعمل المسا؟ ما بعرف، أنت شو جاي عبالك؟ شو رأيك نتفرج على فيلم عندي؟ سيدي؟ إيه؟ هلأ إذا سألونا من إمتى علاقتنا نحن شو بدنا نجاوب؟ كأنه شايفك فتي بالجو دغري، في مجال ما تشدي على حالك لأني بخاف أضعف وهر قدامك. شو هالبنات هي يا جماعة؟ لك أنت هيك طبيعتك ولا ستايلك الجديد هيك عم يفرض؟ هلأ ستايلي هيك عم يفرض؟ أنا ترباية شوارع، قصدي على الخالص لكون ما عاجبك. عاجبني كثير. مرحبا، توليب خانم فاضية؟ عائشة جوا عندها، جوري بعرفك. سيد مراد فيك تتفضل، خانم ناطرتك. الشاب يلي سألتي عليه بيكون هاد. تمام. أنا رح أرجع على المكتب، وبس تفضى توليب خانم خبريني اعملي معروف. خليكي هون إذا بدك، أصلا هي ناطرتك. رح أتوقع هلأ على أوراق مراد وبعدين بتفضى. طيب. إيه بس هو بيعرفك، شافك وانعجب فيك كتير. الشاب كتير أكابر، لأنه قبل ما يوافق أبوكي ما حب إنه يحكي معك بالموضوع. تعي جوري، جبت الملف اللي بيخص مشروع عاكف بيك. قعدي. حلوين كتير. كنت خايفة ما يعجبوكي. لا تخافي، بس يوصل عاكف منقدم العرض اللي عنا ومناخد الشيك تبعنا. حكيلي كيف كان العشاء امبارح؟ منيح، بس ما طولنا، شرحت له عن الشغل ورجعت فورا على البيت. انت كأنك مزعوجة؟ في شي صاير معك وما عم تحكي؟ بنوب، يعني أنا وبابا هالفترة عم يصير بيناتنا مشاكل وخناق، لهيك لو حضرتك بتحكي معه وبتعرفي منه. باردون. أهلين عمر، كنت رح أتصل فيك. إيه طبعا، بأي وقت فيك تتفضل، ما بدها سؤال. وإذا بدك منتعشى برا. شو بدي أقول إذا اتصلت؟ أنا ما عاد إلي حق حاسبة عشي، أنا اللي قلت لهم انفصل. غبية يا جوري، ليش اتصلتي؟ ليش ليش؟ احكي لقلك. الو نعم. انت اللي اتصلتي؟ بس موبايلي معلق، أكيد دق لعندك بالغلط. أنا مشغولة شوي هلأ، منحكي بغير وقت. طيب. جوري؟ لك شو عم تعملي هون بهالبرد؟ لك شو دخلك؟ ليش عم تضل تلاحقني عطول؟ ومين قالك إني لاحق؟ توليب خانم بدها ياكي، قالت في زبون رح يجي والسكرتيرة خبرتني إنك هون، لهيك إجيت. ماشي يسلموا. لك شو قصتك؟ عم تعامليني معاملة واحد مجنون وبدك تهربي منه، وأنا بلشت اتضايق. عم حاول اتواصل معك بشكل طبيعي ومو عاجبك. معك حق، ما انتبهت على حالي. مالي عم جمع هالفترة. ما عم تجمعي هالفترة؟
لك شي مرة بس خلي مخك مركز شوي، والله ساعتها لأعمل عرس. على فكرة مو بس انت عندك شغل يشغلك وأنا كمان عندي. إذا بدك تشتغلي بتزلينا؟ شه ما بقدر أكون معك. توليب خانم؟ جوري؟ خير، شو في جوري؟ أنا برجع بحكي معك. لا جوري خير، شو في أحكي؟ لا مو حابة إزعجك، برجع بعدين. جوري لا ما في إزعاج، ممكن تحكي هلا. تعي. يعني أنا كنت بدي أطلب منك تديري بالك من نور. ليش؟ شو السبب؟ يعني هو بيضله إحساس طبعا، بس خايفة تضايقه لجهاد. كيف يعني؟ خلاص بكره بحاكي. جاوبيني هلا لو سمحتي. الحقيقة هي خلال فترة قصيرة تقربت من جهاد زيادة. شو يعني جوري؟ خايفة تبطلي تكوني الشخص اللي ما في جهاد يتخلى عنه؟ ليكون بدك اياه بس إلك، وإنه ما يقدر يتواصل مع حدا غيرك ويتعاطى معه، أنت هاد اللي عم تطمحي له؟ لا أنا مستحيل فكر بهالطريقة. جوري إذا جهاد بهمك وضعه كل هالقد، المفروض تخليه يطلع من السجن اللي عايش فيه، وتفرحي له كمان. بتوافقيني ما؟ إيه طبعًا. طبعًا. حلو. تصبحي على خير. تلاقي الخير. عن إذنكم. شو؟ جوري أنا بدي ضل عم حبك كل حياتي وضمك هيك لقلبي لآخر يوم. أنا كمان بتمنى ضل بحضنك كل عمري. يا ريت هون بيوقف الزمن. منى استنيني دقيقة. هيك عم تسمعيني؟ ايه توليب خانم. ركزي معي، بتنفذي اللي بقلك عليه بالحرف الواحد بس بعدين فورا بتنسي. اللي رح اطلبه منك ما رح يكون موجه إلك، ما بتحكي ولا حرف، فهمتي علي ما هيك؟ ايه توليب خانم فهمت. لكن اسمعيني منيح، أمرك توليب خانم، لا تحملي هم أبدا، رح أبعتها بأي طريقة ولا يهمك. طبعا مثل ما بدك. معلش تردي. ألو نعم. تركي شغلك وطلعي على مكتب عاكف بيك فورا، بده ياخدك معه على المكان الجديد يلي اشترى، وبتعرفي شو رح تساوي. ايه بس توليب خانم جوري رح تتأخري، لازم تلحقيه قبل ما يطلع. ليكي أنا ما دخلني بعدين. طيب منى أنا طالعة. عن إذنك. توليب خانم حكيت معه ورح تطلع لعنده. ممتاز، اوعك تنسي أنا ما طلبت منك تحكي مع حدا. حضرتك ما حكيتي لي شي أبداً.